مساء الخير. هل زادت هجرة اللبنانيين مؤخرا بسبب الأزمات المتعددة؟ ولماذا يغادر أكثر من نصف شباب الوطن وطاقاته وأدمغته؟ هل الهجرة هي نزيف يهدد مستقبل لبنان؟ أم أن المهاجرين يشكلون إحدى دعائم الاقتصاد الوطني؟ الهجرة نعمة أم نقمة؟ موضوع برنامج كلمة حرة الليلة. وضيوفنا الدكتور بطرس لبكي، أستاذ جامعي واقتصادي باحث في شؤون الهجرة، أهلا وسهلا فيك. الدكتورة منى فياض، أستاذة محاضرة في الجامعة اللبنانية، أيضا برحب فيك. معنا من نيويورك مهند الأعمى، وهو خبير اقتصادي وإداري في مجال أسواق الأسهم. وسيكون أيضا معنا مداخلة هاتفية من المخرج فيليب عرقتنجي، وهو الذي أخرج وصنع طبعا فيلم هيريتج أو ميراث، أيضا يتحدث عن خبرته كمهاجر وعن أجيال عائلته كيف هاجروا من لبنان من بعد الحروب المتتالية التي عصفت بهذه البلاد. وكالعادة نلفت عناية مشاهدينا إلى أنه بإمكانكم أن ترسلوا أسئلتكم وتعليقاتكم على صفحة كلمة حرة على الفيسبوك وعبر أكاونت أتشد عمر على تويتر، بتشوفوا أمامكم على الشاشة. عندنا مجموعة على كل حال تعليقات وأسئلة سأحاول أن أمررها بخلال البرنامج. بدنا نحاول بهالحلقة بداية الإحاطة بموضوع الهجرة من مختلف جوانبه الاقتصادية، الديموغرافية، السياسية، الاجتماعية والإنسانية. وإن كان لبنان تاريخيا بلد هجرات يستقبل مجموعات وافدة طلبا للأمان وهربا من الحروب والنزاعات، ويودع آخرين ساعين للعمل والاستقرار، لكن حراجة اللحظة دفعتنا لنفتح هذا الملف. بدي بلش معك دكتور لبكي بداية، هل هناك أرقام تظهر أي ازدياد لطلبات الهجرة في الوقت الحالي أو الأشهر والسنوات الماضية؟ رح ناخد السنوات الماضية، الأشهر بدنا شوية تطول بالنا للأشهر الأخيرة. بالنسبة ل رح أعطيك أرقام من 2008 فصاعداً، لأن 2008 صار هالزلزال الاقتصادي، الأزمة الاقتصادية العالمية 2009 انعكست على الهجرة، رح نشوف كيف. بال 2008 كان عندنا 120 ألف مهاجر السنة، وفد رساميل كتير على لبنان لأنه هربوا من أوروبا ومن أمريكا من الإفلاسات الأخيرية، عملوا شوية بحبوحة وحركة اقتصادية طفيلية شوية يعني بالعمار، خصوصا بأسواق العقارات. العقارات كلنا بنعرف شو صار، غلوا الأخيرية، والناس استبشروا خيرا، نزلت لأربع 44 ألف في 2009. وسنت اليونيسف مع الإحصاء المركزي عملوا دراسة حقيقية رجعت. و2009 كمان كان أنه طلع رئيس جمهورية ب2008 وصار انتخابات والناس صار في تفاؤل، يعني إلى حد تفاؤل نزلت. بال2010 رجعنا طلعنا. ليش؟ يعني بتصور مثل ردة فعل، يعني أنه في ريزيرف، الناس بهاجروا كل سنة من النمو الديموغرافي، هل كبتت هالمخزون كبت بال2009 رجع فلت بال2010، بس انه شافوا انه الوضع الاقتصادي يعني ما تحسن والوضع السياسي بعده محله. هلا بال2011 رغم بداية الأزمة السورية نزلت لل67، يعني هالمخزون نفد بال2010 نزلت 67 ألف، بس كانت الأزمة السورية بلشت تعطي مفعولة على الاقتصاد اللبناني بشكل خفيف. بعد بال2012 نزلنا كمان ل 49 ألف، يعني الهجرة ما بتلحق الاقتصاد فورا، في فترة دائما ردة فعل الناس يعني تأخذ وقت، تأخذ سنة وطلب لو التفكير وشوفوا وين والأخير مش أوتوماتيك الحكي. نزلنا لل 49 ألف، بعدين رجعت هلأ عم تطلع بالسنوات الثلاثة الأخيرة، رجعت الهجرة تطلع نتيجة يعني انعكاسات الأزمة السورية الاقتصادية والسياسية. بنشوف أنا 49 ألف ب 2012، 57 ألف بال 2013، 2014 ناطرين بعد ما عنا الأرقام كاملة. إذا يعني الميل الأخير هو للصعود بال 2008، خلينا نقول الأكبر بال 2008 قبل بال 2009 بال 2010 2010 يعني قلت كان في أزمة اقتصادية، هو مخزون سنتين 2010 بتعتبري تقريبا مخزون سنتين لأنه 2008 و2009 100 ألف
120,000. 120 يعني هذا أعلى شيء؟ لا عندنا 160 2010 بس هذا شيء اصطناعي. آه 160 بالسبب. طبعا بدنا ننسى أنه كان بال 2002 و 2009 أزمة اقتصادية عالمية، في كتير ناس كمان صرحت من أعمالها بالخارج. لا هذه انعكست إيجابيا، وانعكست إيجابيا على البلد، رجعوا لحد ما أو يفكروا مرتين قبل ما يفلوا يعني. رح يلاقوا شغل كمان برا، وبرا يعني طردوا من أشغال، طردوا بين قوسين أشغال. يعني هاو الأرقام هن لأشخاص تركوا لبنان لعمل في الخارج طبعاً. وقد يعودون، ما بنعرف. هول في أنواع هجرة، هلا يعني تحديد المهاجر هو اللي بيترك لبنان ليستقر ببلد تاني لمدة أقلها سنة. هذا يعد تحديد الدولة للمهاجر، عودوا من هالفئة هيدي. طيب خليني أسأل الدكتورة منى، إذن شو هي العوامل برأيك التي تدفع اللبنانيين للهجرة؟ خليني أقول إنه في نوعين من الهجرات. في الهجرات اللي بنعرفها بيقدموا ينتسبوا لبلد تاني، يعني يقدموا هجرة مثلا على كندا بصير كندي مفروض، يعني سعي وراء جنسية أخرى. بس في هجرة للعمل، فإذا هجرة للعمل بعتقد ضمن العولمة اللي نحن فيها وال يعني التطور العالمي بيكون شيء طبيعي، لأنه الانتقال من أجل العمل مش مسألة لبنانية، مسألة منتشرة في العالم ككل، وهي الهجرة مقبولة طالما رايح يشتغل وفي أمل كبير يرجع. مختلفة تماما عن وقت اللي منقرب على فيزا ومنروح. الأسباب مختلفة جدا، يعني مثل ما ذكر أنه طبعا هون الأرقام فرجتنا انعكاس الوضع السياسي المتأزم في السنوات الأخيرة، لأن احنا بأكثر سنوات متأزمة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وعلى جميع الأصعدة. يعني في نوع من القلق الشديد عند الناس، يعني معظمنا شاعرين أنه ما بنعرف شو بيصير عنا بكرة، شو بيصير معنا بكرة. كلنا عاملين اقتصاد ذاتي معتمدين على قوانا لتوفير المي الكهرباء توفير الأمن حتى. فإذا خلينا نفرق، يعني الهجرة اللي كانت سابقا في أنواع هجرة لنقول للمواطنين للمتعلمين أو اللي يعني شاعرين إنه هن لهم حق بمواطنية كاملة وحقوق مثل الآخرين. مثلا أنا بنتي بال 2001 وقت اللي قدمت على كندا قالت لي أنا أريد أن أكون مواطنة محترمة اللي حقوق، يعني أنا أكون ببلد عم يحسن. من حسسته أبدا ديجا من وقتها. هاي نوع هجرة، يعني هاي نوع أو متطلبات عمل. وطبعا هذا نوع هجرة طبقة متعلمة وجامعية وهي نزيف اقتصادي للبلد، يعني الولد مكلف 200-250 ألف دولار. فالهجرة الثانية يعني نوع الفوضى الموجودين فيه، إنه يعني بتحسي إذا رحتي على دول الخليج بيقدر يسوق سيارته الواحد في قانون سيارة، في قانون قصدي سير. هون ما في، يعني ابني اللي بالخليج بيجي بيقول لي أنا ما بعرف سوق هون. يعني صار يشعر حاله المواطن اللبناني متروك لأمره، يعني كأنه موجود بمكان ما في محاسبة، فوضى ما في محاسبة. أنت عم تسوقي، بيجي واحد بيعمل هيك، وإذا ما عملت ستوب بيعيط عليك بيعيط عليك سوق غلط. لا يعني مش هيك، يعني أنت فيك تتبهدلي إذا وقفتي على الإشارة الحمراء، إذا مر لك اللي وراء أنه شو ليش بعدك واقفة يعني امشي. فهيدا نوع هجرة، يعني نوع الناس اللي شاعرين أنه هن يعني بيستحقوا وطن أفضل من هيك، يعني مستواهم بيستحق يكون، لأنه أولادنا صاروا منفتحين على العالم، بيشوف الإنجليزي كيف عايش، الفرنسي، الأمريكاني، أنه ليش هو ما بده يعيش مثله. وهذا سبب الثورات يعني بشكل أساسي. الناس بتشعر أنه أنا إذا أنا منضبطة بخضع للقانون لازم الكل يكونوا مثلي. فهذا نوع هجرة. بعدين في هجرة الفقراء اللي هي كمان مختلفة تماما، يعني وقت اللي بينسد الطريق الأفق أمامه. شفنا الباخرة اللي هي كانت أول مرة تحصل للبنانيين اللي غرقت بالبحر، هول اللي رايحين على أستراليا، هول باعوا أرضهم، باعوا بيتهم، باعوا رزقاتهم وراحوا يشتغلوا، كبوا حالهم عند ناس قراصنة ما بعرف شو بسموهم، تجار. هذه كانت كتير شائعة بالدول العربية، بلبنان ما كانت معروفة بسبب التردي على جميع الصعد. الطبقة السياسية الناس
فاقدين امل فيها، بحسوها غير مسؤوله، والاعمال ما فيش اعمال، سياحه احتياجات البيسكس يعني الاساسيه مثل المي والكهرباء. كانت السياحه تعوض شوي الوضع المتدهور اقتصادي وسياسي. صرنا من اي سنه ما فيش سياحه؟ من 2010. يعني في عرض لوزير المال علي حسن خليل لمجلس الوزراء وقال عم نخسر سنويا 500,000 سائح. يعني ارقام، يعني ارقام الدوله، ارقام يعني وملطفه، انه ملطفه يعني الاوتيلات. المهم هذا كله يعني بخلي اللبناني يفقد يفقد امله. طب انه بده يلاقي يعني مصدر عيش، وبده يلاقي مكان يشعر فيه عايش انسان مثل الاخرين، يقدر يخطط. يعني انت بلبنان اذا قلنا بدنا نروح لنفترض على جونية نحضر مسرحية او اي محل، ممكن يكون في بهالوقت اجوا ناس على الطريق قطعوا الطريق، اشعلوا دواليب او طالبوا بشي مطلب، طلبوا بلد يعني مثل ما شايفين. مثلا صار في تذكرة طرقات اليوم بسبب مثلا فيك يعني هون عم بعطيكي مثلا كتير بسيط، انه ما فينا نخطط لا ابعد يعني ليوم ليومين. باوروبا بتخططي لسنه ولا اكثر، وبالذات اللي انت اعطيتيه لنفسك فيك تحترميه. هون اطلاقا يعني هيدا قلق وجودي. طب خليني اسال الاستاذ مهند الاعمى وهو موجود بنيويورك من فتره. استاذ مهند، ليش هجرت اول شيء، واي متى هجرت، وقديش صار لك بنيويورك؟ مساء الخير. انا يعني واعتبر الكثير بيعتبرني من المحظوظين، ربما هاجرت سنة 88، كنت بعدني تلميذ بالمدرسة، وعائلتي قررت انه خلص صار وقت نرحل عن لبنان، وخاصة انا كان عندي اخوات اكبر مني، عندي افراد عائلة كان عندي افراد عائلة بامريكا. فبال 1988 قررت العائلة انه تهاجر، وكنت مثل ما ذكرت كنت بعدني طالب بالمدرسة، وكانت العائلة كلها بأمريكا، سو اجتمعنا. سو أنا بعد من 1988 إلى الآن في أمريكا. وهون يعني بحب يعني أوضح الشيء اللي كانوا ضيوفك عم يحكوا فيه، إنه الهجرة مش بس الوضعية العائلية أو الوضعية المهنية للمهاجر، هو يعني بتعود لعمر المهاجر والحالة بلبنان وقت الهجرة. يعني هول شغلتين بيأثروا على رجوع المهاجر أو لا باعتقادي. طب انطلاقا من حكي للاستاذ مهند عم يحكي طبعا عن حاله معينه، حاله الامنيه، وضع البلد اللي هو مؤشر هل سيعود هذا المهاجر او لا يعود. بالخمسين سنه المنصرمه دكتور لبكي، ما هي ابرز المحطات التي شهدت كثافه في الهجره، وما هي ابرز المحطات يعني التي شهدت عوده قسم من المهاجرين؟ بالخمسين سنه المنصرمه يعني زمان ناخذ من الستينات للحرب، كانت الهجرة خفيفة يعني ما أقل من 10,000 بالسنة. يعني بالعكس كان في هجرة إلى لبنان من الدول العربية وغيره. هي طلعت مع الحرب بسبب الحرب، الأسباب أمنية واقتصادية وسياسية وتهجير. يعني 75 76 78 هذه سحبت هجرة، سحبت للتسعين. وكمان كان في عناصر جاذبة، يعني كان طفرة النفط العربي، زيادة المداخيل وزيادة فرص العمل وجور إلى آخره، هذه كمان ساعدت لقوة الهجرة. بعد التسعين ركضت شي سنتين ثلاثة للخمسة وتسعين، رجعت انطلقت بشكل أقوى من الحرب. يعني شو السبب برأيك؟ سبب الأزمة الاقتصادية. بعد الخمسة وتسعين صار نمو الاقتصادي ينزل كل سنة، توصلنا للصفر بالألفين، وهذا ولد هجرة قوية جدا قوية جدا للألفين، واستمر لهلأ بأشكال متفاوتة. وقف شوي بالألفين وخمسة ورجع انطلق بعدين. طب دكتور إذا بدنا نكون معلي شوي فجين، هيدي الهجرة اقتصرت على طائفة معينة أو كل الطوائف إذا بدك، أو في طوائف معينة هيك هجرت وتغيرت الأمور؟ تغير يعني لنقول لآخر السبعينات كانت الهجرة أكثر مسيحيين، لـ 78 80
نتمعين وطالع انقلب الوضع. صارت هلا عندنا الاحصاءات اللي عنا اياها من اول الثمانينات لهلا تقريبا 2005 6 10، بالعكس عندنا شيء 80% 83% مسلمين مختلف الطوائف. ليه برايك؟ في عده اسباب. اولا نفس العوامل اللي ادت الى هجره المسيحيين سابقا ادت لاحقا الى هجره المسلمين، يعني ارتفاع مستوى التعليم، ارتفاع مستوى اتقان اللغات، وجود شبكه اقارب الخارج وناس من نفس الضيعه واخره، هذا العناصر اللي بتجذب. ثانيا المناطق اللي صارت ذات سكن اسلامي طاغي هي المناطق اللي صار فيها المشاكل. ناخذ مثلا طرابلس، اشتباكات من شو اسمه الشيخ شعبان، حركه التوحيد وكذا. بيروت الغربيه 8 شباط 6 شباط، 84 معركة العلمين الاشتراكي، جنوب الاحتلال الإسرائيلي إلى آخره. هذه أكثر جبل عندنا جبل لبنان الجنوبي، تهجير المسيحيين أدى إلى بعدين هجرة الدروز لأنه ما عاد في شغل. المسيحيين كان شكله سوق وعمل هاي ب 83 84 بعد 83 كمان بلشت هجرة ترزية كثيفة. بآخر أول آخر آخر التسعينات منطقة بعلبك اجوا السوريين بإطار تقارب مع الأمريكان قضية الكويت وكذا، كمان ألغوا فرص العمل، ألغوا إنتاج المخدرات. أهالي بعلبك خربوا، وهونيك بلشت هجرة كثيفة بعلبكية إلى جنوب البرازيل، منطقة إيغواسو، المنطقة اللي على حدود بين البرازيل والباراغواي والأوروغواي. نشوف هونيك في جامع طوله شي 120 متر تقريبا، كل ما بروح لرئيس البر هونيك في زراعات يعني بيذبحوا له خريف. لا لا في تجار يعني هالشبكه انتقلت لجنوب هذا المثلث الذهبي بيقولوا لجنوب ولايه بارانا بالبرازيل وبالباراغواي والاورجواي. يعني معناتها هذه المناطق الاسلاميه الاساسيه اللي انضربت. ضف الى ذلك عكار، عكار كانت بلشت قبل استراليا بفتره الوجود السوري. انخنقت عكار، انخنقت وصاروا الناس يروحوا استراليا ومشت دولاب، صار مش مثل هالمثل الناس اللي ماتوا على الباخره. صحيح، لانه عندهم قرايب كثير، قرايب يعني المكنه بس انا بروح على اندونيسيا على الهند على كذا، بمرق كنا بدبي والبحرين، بيطلع معنا نسوان شماليه ايه بالطيارات سنيه لبس مبين معهم جنسيه استراليه ما بيعرف يقروا. انا بعبي لهم الاوراق. يعني في هجره هائله الى استراليا من مناطق مناطق، يعني بنلاقي من الجنوب اكثر شيء بيهجروا على افريقيا لانه كل واحد حتى بالبرازيل مثلا على استراليا، بالبقى على كندا اكثر، كندا والبرازيل والبرازيل عندكم صحيح بالبرازيل صحيح. مثلا البرازيل عندك مناطق هجره سنيه بقعي سان باولو حواليها، ومناطق هجره شيعيه بعلبكيه بارانا وكمان شويه من الغربي، هجره درزيه بالبيلو اوريزونتي يعني مينا جيرايس وبالامازون، هيك موزعة هجرة مسيحية مرشرشة. وبالسنوات هذه ببلد واحد يعني تشوف كيف الطوائف تتجمع. طب من هون يعني يعني كنفس عام دكتورة منى، الهجرة هي حلم غالبية اللبنانيين العظمى برأيك، ولكن في عوائق متعددة تحول دون انه ينفذها اللبناني، هل هي حلم برأيك هلا بالنسبة للبنانيين الان؟ بعتقد ايه. يعني ليه؟ لان في قلق على معظم المستويات، وهذا القلق الوجودي يعني منه شيء بسيط، وقت تكوني عايشة ببلد مهددة بأمنك بوجودك، يعني مش عارفة رح تكون في حرب والله سلم. نحن يعني ما فيش دولة، تصوري دولة مش قادرة تنتخب رئيس جمهورية، برلمان جدد لنفسه يعني نحن وناوي يمدد يعني نحن تقريبا دولة فاشلة. هذا أي أمل وأي مساج بده يعطيه للشاب؟ يعني أنه بده يتجوز، بده يشتغل، بده يتجوز، بده يفتح بيت هون ولا لا؟ يعني في، وعلى كل حال الإحصاءات بتبين أنه في كتير طلاق زاد بهالفترة، كتير عم يقولوا لي يعني بدرجة كتير هائلة. الطلاق ليش؟ المشاكل الاقتصادية، المشاكل التوتر العام، عدم استقرار، عدم استقرار على كل الأصعدة. يعني وقت إذا الأسرة مش قادرة تدبر الماء ولا الكهرباء
ولا يعني ولا اقساط السياره ولا قادر تلاقي شقه يعني، واذا قانون الايجار هددها بوجودها يعني. انه في كثير اسباب معيشيه تخلي التوتر على كل الاصعده وتزيد العنف. نحن بلاد عم يصير فيها عنف متفشي، عنف خفي بالاسر، بنشوف من وقت لوقت بنستغرب انه في جرائم والى اخره. هذا كله عم يجعل الجو العام غير سليم للناس. واي شخص بيقول انا اذا بلاقي مكان هاجر عليه اشتغل، امن مستقبلي، امن مستقبل اقدر اتزوج او مستقبل اولادي اذا عندي اولاد. بس المشكله انه كمان نحن العنف والانقسام الطائفي والشيء اللي عم يتسبب فيه سلوك بعض فئات، يعني نحن في الشيعة مثلا كانوا يروحوا على الخليج، هلأ ما بقى فيهم يروحوا على الخليج. يعني صار ما بيعطوا فيزا بسهولة لشخص مثلي مثلا. فهذا كله عم يخلي الناس تشعر بيأس، وإيه اللي مش قادر يسافر لي حدا يساعده من قريبينه أو الكاليفكاسيون يعني تدريبه الخاص تعليمه تقدر تخليه يلاقي شغل برا، عم يشعر حاله مسجون، عم يشعر انه حظه اقل من حظ الاخرين. شوفي على الفيسبوك، اسمعي الطلاب، اسمعي يعني شوفي الناس بالشارع، هيدا لسان حالهم يعني، هن بفضلوا يهاجروا. شوفي لبنان عادة، لقلك كيف كانت، انا اشتغلت مع المراهقين بالعالم العربي، كان اول بلد بيحبوا يزوروه كان لبنان لحد الشباب العربي، الشباب العربي. بينما نحن اولادنا كانوا يفكروا يهاجروا على اوروبا على امريكا يعني، وبعدين بشكل براغماتي بيهاجروا على الخليج لانه بيشتغلوا بيامن لهم دخل مدخول. دخل منيح. بس الان صاروا اللبنانيين مثلهم مثل غيرهم، صاروا مستعدين يروحوا على اي مكان بس لا يهربوا منها، بس لا يهربوا منها. نشوف ليش الناس عم شو بيقولوا الناس. في عنا مسح صار بال 2009 عن الهجرة، عملت اليونيسف بما في أسباب الهجرة. تلتين الناس قالوا الأسباب اقتصادية، لا بدهم يشتغلوا، فرص العمل مش متوفرة. هودي ما بيحكوا كتير، بيفلوا بدون ما يحكوا. تقريبا السادس جامعة الشامل يعني. وعندنا تقريبا 10% للدراسة و 5% للزواج. يعني الثقل الاقتصادي هو الأقوى، وهذا شيء طبيعي نظرا للرواتب والأجور المنخفضة بلبنان، وصار له 16 سنة مجمد والغلا والتراجع طبعا والتراجع هذا سبب أساسي للهجرة. يعني هوديك كل بلدان العالم، كل الأمور اللي ذكرتها الدكتورة صحيحة، بس بالآخر واحد يعمل حساباته بآخر الشهر اللي بده يعيش صحيح وقت بيصير معه يعني. طيب أستاذ مهند، حضرتك سافرت يعني من 88، يعني صار لك أديت 22 سنة أو أكثر؟ 26 سنة. لو بقيت بلبنان كيف كنت بتتخيل؟ هل بتتخيل حالك تقدر تعيش بهيدا البلد؟ وشو هي علاقتك هلأ مع لبنان؟ عم يزور لبنان؟ عم بتزور لبنان؟ آخر زيارة كانت في 2010 لأسباب يعني اجتماعية، بس بالكم سنة ما بتلقى ما ترك لبنان. لبنان بفتكر عم حاول كثير من حاول اخرج، بس بعتقد الاساسي اللي يمكن نحكي فيه انه الاسباب ما تغيرت لهلا للهجره، يعني اغلبها اقتصاديه. بس الفكره اللي كانت واللي انه كيف نرفع نسبة الرجعة يعني حتى يكون هيدي الرجعة إفادة لك. يمكن الصوت شوي عم بيقطع، مش كتير عم نفهم شو عم بتقول مهند، بس خليني ارجع، رح ارجع اسألك بركي بيكون زبط الصوت. رح نتوقف للحظات مع الإعلان ومنعود بعدها لنتابع يعني هذه الأرقام إلى أي مدى موضوع الهجرة فعلا بسبب الأزمة السياسية الحالية أيضا والاقتصادية هو إلى ارتفاع، مباشرة بعد هذه الوقفة الإعلانية من كلمة أخرى. رجعنا
رجعنا اذا مع كلمه حره. الهجره نقمه ام نعمه؟ موضوع حوارنا الليله. وبدي ارجع لمهند الاعمى من نيويورك واسالك عن علاقتك هلا بلبنان، وامتى اخر مره رجعت على لبنان، وهل بتحس انه لو ما تركت هالبلد كان ممكن تكون بحال افضل مما انت بنيويورك؟ يعني ما بعرف اذا كنت تكون بحالة افضل، بس اكيد كنت يمكن عم حاول اعمل مثل كثير ما عم يعملوا اللبنانيين اللي هن غالبا عم يحاولوا يفتشوا على يعني حياة افضل خارج لبنان بهالظروف خاصة اللي بيشهدها لبنان خلال العشر سنين الماضيين. بس كنت حابب اقول انه مثل ما كان عم يقول الاستاذ لبكي انه أسباب الهجرة ما تغيرت من 100 سنة لهلأ، وهي بأغلبيتها كانت أسباب اقتصادية. بس بعتقد يلي لازم نركز عليه أكثر هو شو هي العوامل اللي بتخلينا نرفع نسبة العودة للبنان حتى يكون لبنان استفاد من المهاجرين، لأن الهجرة بشكل عام منا شيء عاطل، هي بكثير من جوانبها يعني فيها كثير من الإفادة للبنان، لكن إذا كان في رجوع لكثير من الأدمغة اللي تركت لبنان، بس الهجرة الدائمة هي اللي سيئة للبنان، وبدنا نشوف كيف نحاول نخفف من نسبتها أن بتكون الهجرة مؤقتة وليس دائمة. شو هي ما هي العوامل مهند؟ يعني برأيك شو هي العوامل اللي ممكن ترجع تجذب المهاجر اللبناني للعودة إلى البلد؟ هلا أكيد الاستقرار، يعني أهم شيء الاستقرار، ويعني خلق فرصة للرجوع. يعني أنا مهاجر مثل ما قلت لك لأن أهلي إجوا بال 88، لكن بيي كمان كان مهاجر بفترة الخمسينات، بأول الخمسينات والدي بلبنان ترك لأفريقيا لنيجيريا، لكن بعد 20 سنة رجع على لبنان بعد ما تجوز وكان عنده أولاد، وقرر أنه فضل أنه أولاده يرجعوا يربوا بلبنان بأوائل السبعينات، وكانت يعني رجعته من الأسباب المفيدة للبنان، يعني مثل بقية الناس اللي رجعوا بعد ما كون نفسه ويعني وجمع ثروه إذا قلنا بأفريقيا، إجا استثمر بلبنان بمشروع تجاري ببيروت بالأسواق ببيروت وخلق فرص عمل، وهيدا الشيء اللي كتير منيح، هيدا الشيء اللي بدنا نشجعه. بس طبعا صار في حرب بالسبعينات وللأسف يعني خسر عمله، يعني خسر كل ثروته، وقرر انه السبيل الأفضل له لأولاده هو انه يرجع يهاجر من جديد، وهكذا صار. يعني بأوائل الثمانينات بلش يبعت اخواتي اللي أكبر مني على أمريكا للدراسة الجامعية وهلما جر. بس يعني الفكرة أنه كيف بنخلي العالم ترجع بهيدا الوقت اللي بعد ما كونوا حالهم وألفوا عائلة ويرجعوا على لبنان. يعني أنا هلأ الشيء اللي بعتقد كتير خطير اللي أنا عم شوفه بأصدقائي يلي ضلوا بلبنان وقت أنا هاجرت، كثير منهم تعلموا وحازوا على شهادات جامعية عالية وهاجروا للخليج على سبيل المثال، اللي هي تعتبر هجرة مؤقتة، لكن كثير منهم بعد ما كونوا نفسهم وتجوزوا وصار عندهم أولاد بسن المدرسة، يعني مثل ما صار مع بي exactly، بدل ما يرجعوا على لبنان هلأ عم يجوا على أمريكا وكندا، وهون المشكل. يعني وهيدا باعتقادي هذا الشيء الأساسي اللي المعنيين بلبنان لازم يتطلعوا فيه، وطبعا هيدا بيعود للحالة العامة بلبنان. فباعتقادي يعني سبب أساسي لإذا العالم المهاجرين بيرجعوا للبنان ولا لا هو الفترة الزمنية من اللا استقرار في لبنان. كل ما كان في فترة طويلة من اللا استقرار كل ما العالم ما حتى رجع. يعني نحن من 2005 إلى الآن في فترة لا استقرار بلبنان، وكل ما طالت هذه الفترة الناس اللي أنا عم خبرك عليهم يلي كانوا بالخليج وصار عندهم أولاد بسن المدرسة مثلا وبفضلوا أنه يعني بفكروا بمستقبل أولادهم،
كثير من العالم من قبل كانوا يفكروا يرجعوا على لبنان، هلا عم يفكروا يهاجروا لاماكن يعني بتوفر اكثر استقرارا وبتوفر ايه مستقبل افضل لاولادهم. اساسي يعني يمكن ما بعرف اذا من المجدي اسالك اذا انت بتفكر تستثمر بلبنان مثل ما بيك بيوم من الايام باخر الخمسينات بالستينات او بالسبعينات اجى استثمر. انا هلا بالوقت الحاضر يعني ما في فرص استثمار يعني، وخاصه بمجالي يعني مجال البورصه والاسواق الماليه، يعني بورصه لبنان بيروت للاسف يعني شبه متوقفه يعني بطيئه، فيها يعني كم متدني من التداول يلي يعني فعلا هو مأساوي. بس بغض النظر يعني ما الجو العام الاقتصادي لا يسمح، وهون يعني في شيء اكشلي بدي ضوي عليه، وكمان من خبره شخصيه من اصدقاء ومعارف بلبنان، يعني كان في فتره طويله مثل ما كنا عم نقول انه الهجره بتكون لاصحاب الشهادات يلي ما عم يلاقوا عمل وعم يفلوا، بينما اذا صح التعبير يلي اصحاب الرؤوس الاموال مبسوطين ومرتاحين في لبنان، لأن لبنان جيد العيش به إذا ما عندك مشكلة مادية. هلأ ومؤخرا من يعني من سنتين وبالجاي يعني من خبرة شخصية من معارف في لبنان من المتمولين اللبنانيين بلشوا هلأ عم يفكروا لا أنا بدي باك أب بلان، يعني ولو يعني أنا شغلي أصحاب أعمال حرة وعندي ثروة في لبنان، أنا بدي أجيب باسبور أمريكي ولا كندي لفكر بمستقبل أولادي. So, يعني هذا الهجرة صارت بالفترة الحالية السنتين الماضيين ليست مقتصرة بس على أصحاب الشهادات والدخل المحدود أو الصغار في العمر، هلأ في متوسطين العمر أصحاب ثروات عم يفكروا يسحبوا ثرواتهم من لبنان للحصول على باسبور كندي ولا امريكي ولا استرالي، وهذا شيء يعني خطر للبنان يعني بالعشر سنين الماضيين على الاقل وبالمستقبل. مهند خليك معنا طبعا حنرجع نستفيد من تجربتك الشخصيه، بس خليني اسال الدكتور بطرس اذا بدنا نحصي الشعب اللبناني بمجمله، هل في ارقام عن عدد الفعليين اللي بقيوا وعن عدد اللي فلوا؟ فينا نقول انه اللي بقيوا كلبنانيين مقيمين هلأ بلبنان ما بيتخطوا الأربع ملايين. اللي فلوا من الخمسة وسبعين يعني فوق الخمس ملايين، عنا يوم سنة عنا أرقامون وعنا نسب نموهون، يعني كان مفروض كان مفروض يكون لبنان هلأ شيء 10-11 مليون، وهذا حسب هو بساعة 11 مليون كان بغض النظر بساعة ولا لا بساعة، ممكن يكون مدينة كبيرة مثل نيويورك يعني إذا قال لبنان بساعه. بس المشكله انا هالاشياء كانت يعني متوقعه، انا كنت اشتغل بوزاره التصميم كان نعمل خطط خمسيه وعشريه منها نعمل توقعات عن السكان، هيدي كانت توقعات عن السكان، بعدين بينت انه هي توقعات عن السكان مزبوطه بس نصه صار او اكثر من نصه صاروا برا، يعني مش عجيب. يعني شو بيخسر برايك لبنان من الهجره وشو بيربح؟ لبنان بيخسر اكثر بكثير ما بيربح. أول في شغلة بسيطة، تنشئة شابة أو شاب بتكلف حوالي 200,000 دولار. هذا وين؟ بلبنان ولا بالخارج؟ لبنان. لا تخرج من الجامعة 150-250 تقول متوسط تقدر. هذا توظيف، هذا استثمار، أكل وشرب وتعليم والأخير، هذا أموال عم توظف أو الأسرة أو الدولة. بس يجي هالشاب أو هالشاب اللي ينجو بروح بينجو برا، شو ما بعته من برا ما بيشكل 10% من القيمة المضافة اللي كان يضيفوها، ممكن يضيفوها الاقتصاد لو عم يشتغلوا بلبنان اقتصاد ماشي. ليه؟ بالشركات أو بالصناعات أو شيء الأجور بتشكل 20-25% من ملبى إنتاج المؤسسة الربع. يعني إذا واحد بيبقى هالربع بيصير يعني إذا كان عم بيقبض $1,000 بيكون عم بينتج $4,000، هودي عم يخسروا، وراح لورا صار يقبض $2,000-$3,000 بيبعت 20% اللي عم يبعت لأهله على لبنان، اللي عم بيبعتهم أقل بكتير 10-12% 15% من الشيء اللي ممكن
كان انتجوا للاقتصاد الوطني لو كان او يصرفوا كان بيصرفوا كمان عاد على الصرف يعني بس على الاثنين. فهيدي وهم دائما نحن بنشوف الامور هيدي اشياء وهم. اذا بعدين نحن اذا بناخذ العائدات المغتربين اللي عم يبعثون ارقام كبيره يعني ارقام كبيره عم ينحكى عن 7.5 مليارات سنويا مش لهالدرجه الارقام يعني 19% من مجموع انتاج اللبنانيين بالداخل في سبعه هلا من 2008 واقفه على السبعه 7.2 مليار الى اخره وحصتها من الناتج الوطني عم بينزل لانه الناتج عم بضل يطلع لانه منفوخ بالرساميل اللي عم تجي كانت بالاول حوالي الربع يعني بال 2008 كان ربع الناتج الوطني هلا بال 2012 16% يعني نزلت ليش؟ لانه 40% من المهاجرين عم بيكونوا بالخليج بلاد النفطية و40% عم بيكونوا بأوروبا وأمريكا الشمالية هودي 80% هوديك أستراليا 10-15% وفرطات بهالمنطقتين بالخليج في مناسبة هندية قوية وكفوءة وبأجور منخفضة للكفاءات اللبنانية دونك الأجور بالخليج كلنا نعرف نزلت ثانيا بأوروبا وأمريكا في أزمة أزمة اقتصادية حادة دونك هذا سبب انه هل يعني حتى التحويلات بتخفت يعني عم بتقول او حتى سحبوا عياده وصلت لا لا يعني وصلت يعني عندنا من بال 2002 كانت مليارين ونص قدرت تطلع ل 2008 7.2 مليارات وبعدنا يعني الى حد 7.7 7.3 يعني في مثل بلافون مويه وصلت لسقف وعم ينزل. طب يعني ما بس انطلاقا من كلامه كأنه نعمة الهجرة صارت يعني عم بتخف تزول شيئا فشيئا لأنه حتى عم بيقولوا يعني اجينا كثير أسئلة على الفيسبوك وتعليقات أنه حتى الأجور في الخليج أصبحت منخفضة المنافسة صارت شديدة جدا يعني عم بيسافر ب 1500 و 2000 دولار يعني ما بتحرز يسافر أساسا إذا كان هذا على الخليج. أنا بدي ناقش فكرة أنه الفصل بين الاستقرار بين الاقتصاد والاستقرار السياسي والاجتماعي ما في مجال يعني وقت اللي بقول الهجرة سبب اقتصادي ما بكون فسرت شيء لان مثل ما اذا يعني مثل ما عم تقولي عم يروحوا يشتغلوا باجر كتير قليل لحتى يتركوا الوضع غير المستقر هنا من ناحيه ثانيه شرط النمو الاقتصادي هو الاستقرار. بعدين وقت اللي بحكي عن مجتمع العنف متفشي فيه العنف له كلفه اقتصاديه العنف بيعطيني ناس يعني بيعطل الحياه من ناحيه مكلف لانه له اثار ماديه كلنا بنعرفها ناس تمرض ما بتروح على الشغل بدها كلفة بالطباب وإلى آخره وهالشي يعني بيقلل إنتاجية الناس يعني نحن بلبنان صحيح ممكن يكون ناس ديناميين وهيك بس إنتاجيتنا أنا متأكدة إنه هلأ أقل من إنتاجيتنا بسبب التوتر يعني أنا كشخص بشتغل قدرتي على العمل أقل بالظروف اللي أنا بعيش فيها هون بعدم الاستقرار السياسي والعنف المتفشي على أنواعه عنف يعني واضح وعنف أمبليسيت عنف ضمني فهذا كله بيأثر على الوضع يعني ما في مجال الوقت اللي بيقلك أنه هلأ الناس معهم مصاري عم يطلعوا لبرا معناه مش اقتصادي المسألة يعني المسألة أعمق من هيك وإذا بحطها بس بالاقتصاد بكون عم بعمل اجتزاء وعم خفف المشكلة انه بس يمشي الحال بيجوا لا ما بيكفي والاقتصاد ما ممكن يمشي الا اذا عملنا استقرار سياسي واذا لقينا حلول للبنان واذا عملنا لبنان محايد واذا انتخبنا رئيس جمهوريه واذا عرفنا نعمل انتخابات اذا عملنا لبنان محايد برايك ممكن يكون حل اكيد لكن بدنا نضل حدود منفتحه رايح جاي بيننا وبين المناطق اللي برا ناس يجوا ناس يحاربوا هون وناس يحاربوا هنيك اكيد شرط اساسي للاستقرار السياسي والاجتماعي انه لبنان يرجع نموذج للمنطقه نموذج تعايش حقيقي بين الطوائف المختلفه ضمن المساواه والمواطنيه وبدوله قانون اكيد لكن بدي اقعد انا اصدر مقاتلين واستورد مقاتلين كيف بده يمشي البلد هيك ما بيمشي. انا برايي تعليقا على شيء اللي حكي الاستاذ مهند العوده او عدم الهجره مرتبطه أكيد بالوضع الاقتصادي اللي هو مربوط بالوضع السياسي لا شك وبوضع الاقتصادي العالمي كمان
مثلا مسألة أسعار النفط زادت للأخرى، والسياسة الاقتصادية اللبنانية كمان اللي كانت سيئة جدا بالتسعينات وغيره. هلأ في شيء أساسي أنا برأيي هو العودة إلى دولة القانون، هذا أنا برأيي شرط ملزم لعودة الناس لاستقرارها. إذا ما في دولة قانون، إذا واحد ما في حصل حقه بفل، إذا واحد ضرب له سيارته ما قدر إليه كل شركة، إذا واحد تعدى على أرضه، هذه دولة عودة دولة القانون شغلة أساسية، وإلا بصير بليأس كل الناس وكل الناس بصير عندها يعني كيف بدك تحصل دولة القانون كمان بالسياسة، يعني بالسياسة لازم كل الناس تشارك بالسلطة وإلا بصير نفس الشيء. إيه من هون يعني برأيك الزعمة بدنا نبقى ولا نفل؟ يعني إذا نفل إذا نخل لا 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 شفت الهجرة الهجرة الناس أنا بشبهها ولا أنا بشبهها الهجرة شفت البريستو البريستو المطبخ عليه ما قاله مثل صرمام عبان كاوتشوك الهجرة هي هاي الكاوتشوك اللي بتطير بس تطير الكاوتشوك بخف الضغط بس احيانا بروح كله بخف لا لا بخف لا لا هي كمان امان للاستقرار السياسي الحالي الهجره مشان هيك بيشجعوها وبيتغنوا فيها انه شو عظيم الهجره وشو الى اخره وشيء عظيم وشيء و50 مليون ويا لطيف ما في بلد بيحترم حاله وبينبسط بالهجره تاعته الا نحن ايه نحن من اسوء البلدان للهجره يعني نحن من اربع خمس بلدان اكثر شيء بيتكلوا على العائدات بالعالم بالعالم بس يعني الأدرب منا هنا تاجيكستان وكيرغيزستان والنيبال مولدافيا وليزوتو وأرمينيا وليبيريا وساموا وهايتي هول اللي ورانا هول الأدرب نحن نجيب يعني شفت أي دول نحن بهالمصاف هيدا ما نفهم عليه يعني سريلانكا أحسن منا من دول التخفيف من سريلانكا يعني بس بكل المستويات سريلانكا أحسن منا صحيح طفرة اقتصادية وطفرة سياحية. طب انطلاقا من اللي عم بيقوله دكتور بطرس بدي اسال الاستاذ محمد ما نكون عن اوهام بالنسبه لدوله القانون يعني في مشكله مثلا تنطرح انه نحن الادمغه عم بتسافر الناس المعلمه عم بتفكر تطلع لبرا وطبعا اذا ما طلعت طب ما عم بيصير في عنا انتخابات بلبنان مش هلا قبل يعني كان في عنا انتخابات طب عندك نيد او عندك حاجة مهند انك بتحس انه بدك تنتخب حدا من لبنان ولا ما بيعني لك الامر او بدك تترشح مثلا بلبنان بتحب تحسن الوضع بلبنان هلا شيء اساسي وبفتكر كتير من اللي عم يشاهدونا من برات لبنان بيأكدوا انه المهاجرين برات لبنان عندهم شغف وحنين كبير للبنان واكيد متحمسين لمساعدة لبنان باي طريقة معقولة بس بالنسبة للوضع السياسي يعني ما بيشجع بالنسبة للمغتربين أكيد إذا كان في مجال للتصويت خارج لبنان أنا بأكد لك كتير حيشاركوا بهالموضوع إذا كانت اللي موجودة بس المشكلة يعني نظرة للهجرة بحد ذاتها أكيد هي شغلة منا جيدة لأن في ظروف سيئة سببت للهجر لكن إذا هاجر الزلم الشخص أوردي هذا شيء يعني يعتبر جيد للبنان أنا بختلف مع الأستاذ لبكي لأن وجود الأشخاص بلبنان بعد هالاستثمار اللي ذكر عنه 200 ولا 300 ألف دولار حيكون غير منتج بينما وجودهم خارج لبنان حيكون منتج وحيكون في بعض التحويلات يعني بعض الإفادة للبنان ماديا وكسب خبرات خارج لبنان بس كمان عم بيقول انه حتى لو صار في تحويلات يعني خارجية ما بتشكل غير جزء صغير من الاقتصاد استثمار غير منتج لانه البنية الاقتصادية بتجعله غير منتج ما بنخلق شيء جينا خلقنا بريتك دلنا 10 سنين باطل احتاج الخلائنات تهالناس اللي يعني اللي خلني خلاقين بمجال الاي تي وكذا يقدروا يشتغلوا من لبنان وهذا الشيء ممكن وعم بيصير بعده مناطق لبنانيه حتى بمناطق الريفيه ما بدا الشيء هذا المهم اهم شيء هو الوضع السياسي والاقتصاديه والقوانين اذا انسان شارع بلبنان شاعر حاله انه ما له مشاركه سياسيه ما صوته ما له يعني ما له طعمه شو بدك بيأس مثل ما عم تقول الدكتورة إذا بشارع إنه ما في قانون كمان نفس الشيء شفت كيف إذا عم شاعر إنه السياسة الاقتصادية تبع الدولة عم تمنعه يقدر يطور أشغاله عم تضربه
مثل عم يصير بالزراعة والصناعة. الاقتصاد المعرفي ما بده بقى تجهيزات، يعني أولادنا اللي عم يتعلموا بهالقد كلفة قادرين بأفكار ينتجوا من هني وهون، يعني شغلهم. رح أعطيك مثل شخصي أنا، بنتي عشت 10 سنين بفرنسا وبأمريكا، وأسست هون شركة آي تي للطبخ اسمها شهية دوت كوم، عم بعمل دعاية هلأ هلأ من بيروت بالحمرة، هلأ عم بفوت عليها 2 مليون شخص بالشهر، هيدي فيها تعملها هون. كانت ببريد ورجعت عاشت بلبنان وتركت بعد المهجر وأسست. بجوز هذا مثل نادر، بس هون اقتصاد المعرفة ما بده فلسفة. واحد يقعد ببيته بالضيعة. أنا بعرف ناس مركبين بالأرز، في 3 شركات بتصدر برامج، بعكار في شركتين الموظفين رغم انه الشبكه مش كتير قويه بلبنان، ما في شيء بيدفع 500 دولار بالشهر مشان يعملوا امتار لقلو لانه ما في شبكه ما بتسوى. اوكي، يعني فيهم دبروا حالهم من دون ما يتكلوا على بس هيك ما بيمشي شغل، يعني حقيقه هيدا معين، هذا بده تكفي الشبكه، ما يصير في تعطيل للشبكه، بده بلد محترم في كل شيء ظابط ماشي، ومش عم جرب نعطي للشبكه نراقب وكذا، هيدي لازم نخلص منها. بس هول الناس اللي عم تحكوا عنهم، يعني عم تحكي عن حدا قريب منك وكمان الدكتوره منى، بدي اسال مهند هون انه كيف فينا نحل اكيد بس انه كيف فينا نحل هيدي الظاهره، انه الانسان اللبناني يعني حضرتك كثير سهل انه تتاقلم، اللبناني هو بحد ذاته كثير سهل انه يتاقلم باستراليا، دغري بيندمج بالمجتمع بامريكا، دغري بيندمج بالمجتمع باوروبا، ليش هالسهوله بالاندماج وليش صعبه انه لما يرجع يتاقلم بلبنان؟ ما بعرف إذا هذا الشيء صحيح من ناحية الرجعة، عدم التأقلم وترجع بلبنان، ما بعرف شو بيتأقلم يقبل الوضع اللبناني بكل مساوئه. خلينا نفصل، ما بيتأقلم على الوضع السيء اللي نحن فيه. ما بدي أقول لك إنه في تأقلم مع وضع جيد أكيد، بس ما فيك ترجع لورا أكيد. هون فينا نعمل يعني حسن البلد، بدنا نفرق يعني. وأنا أكيد بالنسبة لحتى ما ينفهم غلط، إذا وجد وظائف ذات رواتب عالية بلبنان أكيد هاي الأدمغة لازم تقعد بلبنان، وإنتاجيتها بلبنان بتكون بتفوق أي أكثر، بتفوق من أي تحويلات. لكن بغياب وجود وظائف، أنا هون أنا النقطة تبعي، إنه بغياب وجود أي وظائف في لبنان، مين بده يرسي هذه الوظائف؟ يعني مين بده يرجع يعيد هالشي؟ مين بده يوجد هذه الوظائف؟ مش القطاع الخاص، مش نحنا يعني، بس بده بيئة حاضنة، على مثل ما بيقول يعني بدك بيئة حاضنة من حيث قوانين أكيد، ومن حيث الاستقرار، بس أكيد الاستقرار الأمني والسياسي بالمرتبة الأولى، ومن حيث القوانين. بس يعني خلال هال10 سنين اللي كنت عم حاول يعني ركز عليها، يعني هاي فترة صارت طويلة من اللا استقرار يلي ما بتشجع الاستثمارات الجيدة للبنان، FDI Foreign Direct Investment، يلي هي بتخلق وظائف وبتعمل بيئة حاضنة. يعني هاي البيروتك اللي ذكر الأستاذ، يعني هاي بتستجذب أموال من الخارج للاستثمار بلبنان بقطاع الاي تي وغيرها، وهذا شيء كثير منيح، بس ما في بيئة، وهذا هون المشكل. يعني هذا، وأنا يعني بستغرب الوضع الاقتصادي لا يأخذ حقه في أي حكومة أتت يعني على لبنان، بتلاقي فيه إهمال كبير للأمور الاقتصادية، وهذا له تداعيات وخيمة في المستقبل. طيب دكتورة منى، يعني بس بصراحة خلينا نكون صريحين، اللبناني مش كتير شاطر بالنق بمكان ما، يعني ليش المجتمع المدني بس بنق على هدول السياسيين إذا بيعتبر إنه هن المشكلة أو هي الدولة المشكلة أو الطبقة الحاكمة المشكلة، وما بيعمل فعل؟ هلا هون بدك تفوتينا لتغيير الوضع بنظام الانتخاب والنظام الطائفي. المجتمع المدني انا وين بصرفه؟ المجتمع المدني يعني في تقديرات من 30، خليني اقول 30% من المجتمع اللبناني مدني. وين بيقدروا يصرفوا نشاطهم غير على الفيسبوك وعلى يعني فيرتشوال؟
المجتمع المدني ما له ولا إطار. أنا كمواطنة عادية ما يعني ما بقدر، ما بيطلع مني شيء، لأني أنا بدي كاز كون فيها يما بطايفتي يما بعائلتي يما بالديستريكت اللي حاطيني فيها. في قانون انتخاب، يعني أنت كل 4 سنين بتروحي بتنتخبي على كرسي محدد بقرنة محددة، وما فيك تنتخبي محل ما أنت ساكني، بترجع تنتخبي محل ما ولدتي. بالتالي وين المجتمع المدني؟ نحن النظام اللبناني ماسك كل لبناني من رقبته وقايله تعال مثل الشاطر، روح لعند زعيمك، روح لعند زعيمك انتخبه او لعند عائلتك انتخب البوسطة يلي بيحط لك اياها. وما في، المجتمع المدني بده قانون انتخاب فاعل صحي مظبوط، وفي نسبه، في قانون نسبي وتمثيلي. يعني انا اقليه بالنسبه لهم، نحن صرنا المجتمع المدني اكثريه بالهيئه، من 30% ككتله، الباقي كله مشازم، بس ما في مكان نظهر فيه. يعني اصرف ارادتي السياسيه او اي اراده اخرى، مش هيك بتلاحظيهم مفرطعين بمظاهره بينزلوا كم واحد، لانه يأسين يأسين. يعني شو بدك ببلد بيجي النائب بجد مسؤوليته كمجتمع مدني، بدنا نشتغل اكثر، بدنا خطه معينه يمكن نمشي عليها، بدنا نعمل جمعيات احزاب سياسيه ننخرط فيها، بدنا نكون فاعلين اكثر. يعني هذا كله لازم نعمله، بس للاسف الطائفيه كله مربوط ببعضه. يعني الهجره مربوطه بالوضع الاقتصادي والسياسي، عدم العوده مربوطه بالوضع السياسي والاقتصادي. اذا ما صار في تغيير بالسياسه، تغيير بالنخبه بين قوسين السياسيه عبس، والتغيير ما بيصير الا بتعديل قانون الانتخاب، تكون عندنا قانون انتخاب فير منصف يمثل كل الناس يقدروا يتمثلوا، مش انه ندوب الزرار المكان يكون هنا 30% اسميهم على 25 دائرة انتخابية العوض مثلا. لا عندنا طبقة سياسية تنتج نفس القانون اللي بيطلعها هي زينا. فنرجع لللبناني اللي بنق، هو اللبناني بنق، بس اللبناني شخص عنده كتير حيوية. انا بعدني عم بقرأ بالصحف الاسرائيلية كيف انه حضراتهم عم يحسدونا كيف حياتنا، يعني عم يغاروا انه قديش يعني كل المصاعب اللي نحن عنا، شعب حيوي بيسهر وعم يشوفوا الصور وريتي معك اوكي على الحياه الليليه باللبنان، الحياه الليليه باللبنان واللي عم يتمنى الحياه توقف. فاذا يعني خلينا نقول انه لا، شعب دينامي وهي، بس يعني بحاجه فعلا لاستقرار، بحاجه لدوله محترمه. نحن كافراد محترمين، بس كمجموعة ما عندنا دولة عم تحترمنا، عندنا دولة، عندنا يعني سياسيين عم يصادروا حقوقنا، ما دام عم يجددوا لحالهم بالمجلس النيابي، عم ينتخبوا حالهم. في انه الموضوع كمان الاقتصادي ليس ماخوذا بعين الاعتبار بكل الحكومات المتتاليه، مثل ما قال مهند بمكان، يعني تفرق معه بعدين الاكبر عنده المصلحه ما يتغير، لانه عم يستفيدوا من هالوضع الاقتصادي والسياسي. في مصلحه كمان بعدم التغيير، يعني بدك اياهم يضبطوا البور، بدك يضبطوا البور واللي عم يستفيد ببطل يستفيد، شو بدك تعملي؟ بدك اياهم يضبطوا الاسعار واللي عنده وكالات وعم يستفيد، بدك يعني البنوك تعطيك اكثر فوائد مصرفيه ربحها. ليش العجز تبع الموازنه؟ كله هذا في ناس عم يستفيدوا منه وهن حاكمين. اذا ما بتغيري قانون الانتخاب تعمليه نسبه وعلى صعيد وطني اذا امكن، الفساد ما في شيء كثير عم بتصعبوها بس علي هيك، يعني لا ما عم صعبها، هذا الواقع وهذا صار واضح، وهذا صار واضح لدى اللبنانيين، واضح جدا. فينا نبدا يعني بشغله بسيطه، قانون انتخاب و يعني تسيير امور الدوله بالبدايه، وبعدين الديناميات الاخرى تزبط. يعني ما ممكن دوله من دون رئيس جمهوريه، كيف يعني كيف بدت كيف بدها؟ يعني نحن عم نقول اللبناني اللي بكندا وبامريكا كيف بده يرجع؟ بده يرجع بده يلاقي كاليتي دو في، يعني نوعيه حياه تلاقي من اللي كان فيها. كاليتي دو في مش على... بس شمس ومي وكهرباء، لا كاليتي دو في بالحياه مش صحيح، مش بس انه مناظر يعني حلوه، لا مش يجي يعتدي علي واحد على الطريق وما اقدر اتشكى عليه، يهددني باي شيء وانا ما اقدر امشي، يعني كيف بدك الامور تمشي؟ رح نرجع نتوقف للحظات مع الاعلان، وقفه اخيره بنقول بعدها لننتبه على الجزء الاخير من كلمه حره. الجزء الأخير من كلمة حرة، الهجرة نقمة أم نعمة؟ معنا من باريس المخرج فيليب عرقتنجي. مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا فيك. أنا بس بدي أذكر الناس أنك أطلقت صرخة
على الشاشة الكبيرة سينمائية بفيلم ميراث أو هيريتج، حكيت فيها عن تجربتك كمهاجر وعن تجربة أهلك وأجيال مرقت من قبل. نحن معنا الدكتور بطرس لبكي والدكتورة منى فياض والأستاذ مهند الأعمى من نيويورك، وعم نحكي عن موضوع الهجرة وهل لبنان بالنسبة له الهجرة هي نعمة أم نقمة. سؤال لك فيليب، من تجربتك الشخصية شو هي يعني الصرخة يلي ممكن تطلقها للمواطن اللبناني وللسياسي اللبناني بموضوع الهجرة عبر شاشة تلفزيون لبنان؟ هو أكثر من صرخة، هي يعني رسالة نوعا ما أنه كل اللبنانيين عم يفكروا أنه بدون يتركوا وبدون يفلوا لبرا. وأنا اللي عم جرب أقوله أنه متى ما تركت، متى ما حطيت إجرك بالطيارة تغيرت حياتك، يعني هونيك ما رح تكون مستقر، رح تكون مستقر بركة أمنيا، بس فكريا أو روحانيا أو اللي بدك إياه ما رح يكون واحد مرتاح. ولو بقيت بلبنان بضلك على قلق لأنه الحالة الأمنية منا على خير. بقى شو كيف ما كانت نحن رايح علينا، بس قبل ما تتاخد الطيارة فكر فيها، لأنه متى ما رحت بقى في رجعة مثل ما كانت قبل، يعني الرجعة مختلفة كليا. النظرة للبنان، للهوية اللبنانية مختلفة كليا، والحياة كلها بتغير، وما معناتها أحسن أو أفضل. يعني لجاوبت على سؤالي، ايه عم تحكي شوي من قلب محروق، يعني إيه ما بتنصح اللبنانيين بالهجرة؟ نعم عفوا، ما بتنصح اللبنانيين بالهجرة من تجربتك الشخصية؟ ما في انصح شخص بشيء، في يقول للناس انتوا على نكران لماضيكم، ما بدكم تطلعوا بالماضي لانه الماضي صعب، بس كمان المستقبل ما بدكم تطلعوا فيه غير بالاغتراب. وهيدا منو الحل، منو الحل انه واحد ما يطلع بالماضي، منو الحل انه واحد ما يعرف شو صار معه تما يعيد الاغلاط. هي كانت رسالة الفيلم. ومنو حل انه واحد بس يشوف المستقبل برا، انه لبنان بلد عفوا الكلام مرد او عاطل او 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 او، لازم واحد يقدر يشوف حاله بقلب وطنه بقلب بلده. ولو هذا الشيء كتير صعب، وبعرف كتير هذا الشيء صعب، طول ما انا عشت برا عشت بلبنان وبشتغل واشتغلت مع بالبلدين واشتغلت ونجحت، يعني ما نجحت نوعا ما، يعني عملت افلام بالبلدين. هذا اللي عم بقوله انه واحد لازم يفكر فيها مرتين قبل ما يترك، قبل ما يفكر انه الغرب هو او الغرب هو المنفذ الوحيد. في فكر انه هو ببلده بركي يقدر يلاقي الحل، والحل بركي بين ايدينا نحن مش عارفين. ايه كنا عم نحكي عن هذا الموضوع اساسا، بس بتحس انه ولادك فيليب عندهم ارتباط بلبنان وممكن يرجعوا شي نهار؟ يعني ولادي هن بيون وامون، اذا بيون بحب بلده وعباله يعمل افلام ببلده رح يحبوا بيون ورح يحبوا لبنان من خلال بيون. واذا امهم بتحب فرنسا رح يحبوا فرنسا كمان، واذا حبوا اثنين ليش لا، واذا حبوا بس بلد كمان ليش لا. يعني انا بعتقد ارتباطهم للبلد هن ارتباطهم لاهلهم قبل كل شيء، والاهل هن اللي بيعكسوا على اولادهم طريقه التفكير وطريقه الانتماء وكل هالاسئله الجوهريه. شو بيعني لك لبنان فيليب؟ لبنان هو الهويه، هو الجرح بذات الوقت. هو الهوية وجرح، وجرح هوية الهوية كمان، يعني نوعا ما هو الاثنين في الوقت. بمحل يعني هذه صرخة أطلقتها، يمكن أنا حسيت من حكيك أنه فكروا أكثر من مرة قبل ما نعم تتركوا نعم هذا البلد، رغم كل يعني الأوضاع السيئة الموجودة بلبنان. عفوا ما سمعتك، عفوا كنت عم جاوبك على هذا الشيء. عفوا إيه عم بقول انه رغم كل الاوضاع السيئه الموجوده بلبنان، الاقتصاديه الامنيه السياسيه الحياه الاساسيه، يعني اذا بدنا نحكي عن كهرباء ومي وهيدي كلها مش متوافره بلبنان وعم بيعاني منها المواطن، بعدك بتنصح اللبناني انه ما يتحمس على الهجره ويجرب يغير من جوا؟ اكيد، يعني يعني انتزعت كهرباء من ورا مين؟ من ورا اللبنانيين. إذا مش اللبنانيين اللي حيصلحوا اللبنانيين، مين اللي حيصلح اللبنانيين؟ إنه
انتزعت المي من ورا مين. هلا هو القدره انه واحد يتحمل ويبقى مدى طويل، وفي ناس ما بتتحمل وبفهم هذا الشيء، مشان هيك ما في ينصح حدا يبقى او حدا يفل، ما في ابعت هذا السؤال. بس عم بقول انا انه اذا تركت عرف انه اذا تركت حياتك تغيرت على الاكيد 100%، لانه ما صرت برا عبالك ترجع، وانت بس بترجع رح تلاقي حالك ما بقى هويتك مختلفت، يعني ما بقى فيك تتحمل ان الناس ما توقف على الضوء الاحمر على اشياء بايخه مثل المي والكهرباء والقصص اللي عم تحكي عنها. ولانه كمان طريقتك تفكير مختلفه كليا، لانه راسك صار بيفهم انه في ناس اوادم بيقدروا يحكوا معك، وفي تجاوب مع ناس اوادم، انت كمان مش كلهم لك تخاف منهم او تضل على حذر، لانه بلد على حذر، نحن بلد على حذر، ضلنا على حذر. فيليكس رانياك بيسموها، عفوا. السؤال الاخير لك، قلت انه لبنان هو الهويه والجرح، شو عم تعمل لتداوي هيدا الجرح؟ افلام. ابدا؟ افلام. افلام، سمعت شيء ثاني، اوكي، افلام. وبتحس انه عم تقدر يعني عبر الافلام تعبر او تداوي هيدا الجرح؟ اوقات في مشاهد واحد بيجي بيرد لي حقي كله سوا. مشاهد واحد، يعني بعمل فيلم ببقى عليه 4 سنين، بيجي واحد بيجاوبني بيقول لي شغله حلوه كثير على الفيلم، بحس انه انا عم بحط هالحجره الصغيره، هالبحصه الصغيره، عم بحط البحصه بهالحيط الكثير كبيره اللي كلنا لازم نعمله. اوقات بيجي واحد وبيجي بيقول لي انا صار لي 20 سنه بدي احكي عن ماضيي لاولادي وما عم بعرف كيف، وانت عملت فيلم جبت اولادي فتحت السيره معهم. وفرت علي 7 سنين حكي او 7 سنين تساؤلات. وحده تانية بتقلي انا كنت لاغي فكره ان ارجع لبنان، بدي ارجع لبنان وبدي اتصالح مع سكتي. في اشياء هيك بيجوك بيخلوك تحس انه انت كمان بهالمهنه الصعبه كثير، لانه ما في منها ولانه ما في مصاري ولانه ما راح نقل، بتحس انه انت مثل ما انت حضرتك هلا عم تعملي برنامج، ولو هي إلوزيون ما بعرف شو بتقولي إلوزيون، ولو هي فكرة مبهمة بالرأس إنه نحن عم نغير شيء حلو، واحد يعيش كرمال هيك. بدي أشكرك كثير فيليب على أتنجي، شكرا لهالمداخلة الهاتفية، على أمل طبعا لقاء مطول معك بحلقة من هون من لبنان، وأهلا وسهلا فيك. شكرا لألك. ممنونك أنا، شكرا. يا هلا فيك. وبدي أرجع أنتقل عن مهند، وانطلاقا من حكيه لفيليب عرق تنجي عن الجرح وعن الهوية، شو رأيك باللي قاله، وشو بالنسبة لك، يعني هل بتشعر أنه فعلا بعدك مرتبط بهالبلد؟ أكيد، بالرغم من كل وجود كل عائلتي الأساسية بأمريكا، لا شك عندي ارتباط عضوي بلبنان، وبحاول أكيد زور قدر الإمكان. هو فعلا يعني شيء بيتخطى أي رابط عائلي، الانتماء إلى لبنان، خاصة أي واحد منا يلي ربي عاش يعني أول حياته بلبنان، هذا البلد الجميل. مثل ما قلت لك، يعني بفتكر انا بعبر عن كثير عن المغتربين، وقت قلت لك انه في حنين لا يوصف، وانا اكيد كل اللي عم يسمعونا بيشعروا عن شو عم احكي وقت نحكي عن لبنان، وقت نكون مسافرين عن لبنان وعم نفكر باصدقائنا بايامنا، ايام الصغر، ايام المدرسه، وجميع يعني في يعني انا اكيد ما عم بقول شيء جديد، هذا الحنين عند كثير من يلي مثلنا عايشين برات لبنان. شكرا لك مهند، وشكرا على الوقت اللي كرست لنا اياه بعيدا عن وول ستريت ولا تلفزيون لبنان تحديدا. شكرا لك. طبعا على امل لقاءات اخرى. مهند الاعمى كان معنا مباشره من نيويورك. دكتوره منى، برايك ما هو دور المهاجر اللبناني في بناء لبنان المستقبل؟ سننتظر المهاجر اللبناني ليبني لبنان المستقبل. عم بيقول ساهم 5 ملايين برا و4 ملايين جوا، هن اكثر. المهاجر اللبناني ملحق يعني بالبداية بدي بس علق على اللي قاله المخرج. بعتقد عبر بشكل كتير هيك واضح وشفاف انه المأزق الموجود فيه اللبناني،
عم يقول لهم اذا طلعتوا لبرا ما رح ترتاحوا، بس هن اللي هون كمان مش مرتاحين. هيدا برسم الطبقه السياسيه تاعتنا مأزق حقيقه يعني، ولا اللي برا مرتاح ولا اللي هون، وانا بعرف من ولادي. هلا شو جابوا اللي برا بالحقيقه؟ يعني في صوره حلوه عن لبناني، و يعني بيطلع لبرا بعتقد بيتعلم يحترم القوانين، بيتعلم يكون مواطن، بيتعلم يحترم الآخر وحقوق الآخر. أنا ابني أول ما راح على كندا أخذت له بورت كلي عليها علم لبنان، علم لبنان، خريطة لبنان، قال لي هيدي ليبل. هلا صار بيقبل بحن اكثر، يعني فخور انه لبناني. لا بس قال لي ليبل، لا ليبل، لا هو فخور ومبسوط بس ما بده يحاول يميز، ما بده يميز حاله، عرفتي يعني. بيتعلم برا انك تحترمي الاختلاف شو ما كان. هذا اللبناني كثير، اللبناني اللي هون ما كثير بيعرفوا. ما بعرف اذا كل المستويات اللي برا بيوصلوا ليك، بس بشكل عام هن عندهم تجربة، بصيروا انترناشونال سيتيزن، بصيروا يعني مواطنين، بيعرفوا شو معنات مواطن. إذا بيرجع لهون بيلاقي فلتان، يما بيشمئز وبيترك كما بيتعود، بس إذا بيرجع وبيلاقي بلد يعني نحن كمان عم نساهم بتحسينه، هو رح يساهم بتحسينه أكتر، رح يعني رح نصير نعرف أكتر شو معنات مواطن، شو معنات احترم الآخر، شو ما كان لونه، شو ما كان شكله، شو هو مساوي لإلي يعني. بالإنسانية اللي عم يقدر ياخدها هنيك بيقدر يجي يطبقها بلبنان يعني، إذا كان لحاله مثلا. لا لحاله لا، بس عم تقولي كيف منقدر يعني، كيف منقدر نعملها؟ نقدر هيك إنه نستفيد من خبراتهم ونهيئ لهم محل يقدروا يمارسوا الشيء اللي كان مهيئ لهم يا برا. مثل ما الانتاج، نحن عنا معظم يعني من أعظم الباحثين من العالم العربي بيشتغلوا برا، ما هني هون ليش ما بينجوا هون؟ لأن ما في مؤسسة يشتغلوا فيها هون، في مؤسسة وقوانين بحثية وفي مجتمع بيعرف أهمية البحث، بيصيروا ينجوا برا. فاللي برا ما بيقدر يعني، اللي برا عم بيكتسب خبرات، نحن علينا نستفيد منها، بس بدنا نهيئ الأرضية. إذا ما هيئنا الأرضية بالبداية، الأمن، الأمن، الأمن بكل المعاني، الأمن الحياتي واليومي. يعني شو بدك بلد الناس عم تفبرك كهربتها على البلكون، عم تدفع المي 3-4 مرات، يعني ما في بقى مقومات بلد بالحقيقة. فبدي أعمل مقومات بلد واستفيد منهم، اللي كان عنده خبرة برا بأطر معينة هيئ له هي، وسوا بيبنوا. يعني أنا بعتقد لا الجناح المهاجر بيقدر لوحده يبني، ولا الجناح المقيم، هو يعني جهد مشترك، جهد مشترك. دكتور بطرس، فكرت بالهجرة يوما ما؟ بس 76 خلال شهر بس. وليش ما هاجرت؟ رأيت الأحوال رجعت، لأنه كنت ساكن هون ما يسمى المنطقة الغربية، تهجرت منها. رحت على ضيعة بعبدال منطقة شرقية، ما كنت كتير منسجم مع الأجواء، فصفيت لهوني ولهوني البركة. هاد مهاجر داخل لبنان. رحنا هونيك شهرين ثلاثة وبعد شهرين. ندمت إنك ما رحت؟ بتندم هلأ إنك ما هاجرت؟ أبدا. بس بدي أقول شيء تعليقا على سؤالك للدكتور. تاريخ الهجرة اللبنانية الحديث يعني 100 سنة الأخيرة برهن عن دور أساسي للمهاجرين العائدين ببناء لبنان الحالي بجوانبه الإيجابية. كيف؟ رح أعطيكم مثلا. مثلا بلش بالاقتصاد، لأنه هذه مهنتنا. دور الاقتصادي، أول كل الصناعات الحديثة الأولى قاموا فيها مهاجرين، شركة الترابة بشكة، شركة الغزل والنسيج إلى آخره، كلهم هودي بأيام الانتداب. في يعني مجموعة كبيرة ولهلأ أعطيك شكل الإشي القديم. هلأ في دور فكر السياسي، الفكر السياسي الحديث دخل على لبنان عبر المهاجرين، وغالبا عبر المهاجرين اللي كانوا بمصر وبأمريكا. مثلا الفكرة الليبرالية فاتت من مهاجرين مصر، اتحاد اللبناني هودي. الفكرة القومية، القومية بس اللي كانوا ماخدينها كمان لمصر. لا لا يعني ترعرعت بمصر لأنه كان في حرية أكثر. فكرة قومية، كان القومية اللبنانية أو بمصر كمان، السورية بالأرجنتين أنطوس، هذه القومية العربية بمصر نفس الشيء. إذا بناخد كمان حتى بالإدارة، بالإدارة أول انتداب جابوا ناس من مصر كان عندهم خبرة بالإدارات، والمسؤولين اللبنانيين كانوا هاجروا هنيك تا يسلمون
وظائف إدارية ما كان في لبنانيين عندهم خبرة فيها لبناء الإدارة. وحتى بعد 58 صار نفس الشيء، يعني في تراث. وهلأ ريسنتلي هلأ حديثا هلأ جربنا نستفيد من خبرات المهاجرين. أنا عشي 10 سنين كنت نائب رئيس مجلس الأمهار، أول شغل كان عندنا نقص بالمهندسين والكادرات، قدرتوا تستقطبوا. أول شغل عملناه حتى أنا إعلان بكل الجرائد العالمية، لمود لفيجارو وول ستريت جورنال كلهم هودي، استقطبنا شي 50 مهندس، ولولاهم هودي ما قدرنا قلعنا بالإعمار على لبنانيين، على الملاحظات على اللبنانيين كانوا برا. شفتي؟ لا في وفي أشياء تانية كمان، مثلا نمو الآي تي الحاضنات كمان عم يستقطب شوية ناس، يعني أنا بعرف أمثل يعني. ففي تراث بفائدة القصوى للمهاجرين على الأصعدة العائدية الاقتصادية والفكرية والإدارية والسياسية. قلت لكم الأحزاب الاشتراكية عم نسيت أحكي عنهم، هؤلاء نشأوا بمصر صحيح وإجوا لهون. يعني عم تحكي عن توريد إذا بدك فكر أيضا سياسي من بلاد المهجر كمان استفاد منه لبنان، فكر سياسي وخبرات إدارية وخبرات اقتصادية. بس هيدي لما كان لبنان مستقر، هذا يتطلب شيء عم تقول الدكتور، يتطلب مقومات الدولة، استقرار دولة القانون، إصلاح سياسي، يكون في نظام تمثيل الناس كله يشاركوا فيه، مش يعزلوا ثلاث ارباع الشعب او اكثر. خليني اقول انه في مجموعه كثير من الناس كمان كتبوا لنا على الفيسبوك بيلوموا السياسيين على يعني هالحاجه عند اللبنانيين للهجره، بيعتبروا انه هن اللي السبب الرئيسي لانه ما قدروا يعملوا دوله، لانه هن اللي عم يدفعوا الناس للهجره. انا برايي السياسي اللي موجود بمركزه شعرها حاله عاجز يستقيل، مش غلط يعني مسؤول اذا ما كان مسؤول ليش مسمي حاله مسؤول؟ اللي عم بيقولوا الناس مزبوط هذا الواقع. يعني منى عماد خطار بتحكي بهالاطار، احمد طياره بيحكي بهالاطار، لين جاي بتحكي بهالاطار، عبد الله السلمان، حمزه علي بيقول امنيه الهجره مثل ما حكينا، محمد عطوي ايضا بيحكي عن هجره الادمغه وكيف لبنان مش عم يقدر يستفيد منهم. في يعني مجموعه كثير من الناس حتى ما اقرا كل التعليقات، ولكن كلهم بيصبوا نحو موضوع واحد، لوم الطبقه السياسيه في لبنان على ايصال البلد الى هذا المأزق الذي هو فيه. مش صدفه. مزبوط مزبوط. طيب بختام الحلقة في كلمة أخيرة دكتورة منى، شو بتحب تقولي يعني بهذا الموضوع تحديدا؟ ووجهت صرخة بخلال الحلقة طبعا عن ضرورة قيام نظام سياسي لبناني حقيقي ومنصف للجميع. حب أطلب من الشباب، من الناس اللي هني هلأ قادرين يكونوا فاعلين بالمجتمع المدني، أنه يتواصلوا مع بعض ويحولوا حالهم لقوة، حجم فرقين وشعرين انه هني مش قادرين. بعتقد المجتمع المدني وان شاء الله يكون خارج الاصفات، يمكن نحن عم نروح لمكان اكثر هلا الاصفات الحزبيه والطائفيه، عم نروح لمكان يلاقي المواطن مصلحته بدوله حره مستقله فيها قوانين، فيها قانون نسبي مثله. أنا بنصحهم يعني يتكتلوا بأي طريقة من الطرق، لأنه كل واحد وحده راح يضلوا ضعف وراح يشعروا بيأس ويقولوا أنه شو فينا نعمل. أنا عم قلهم أنه المجتمع المدني أنتوا أكترية بس منتشرين مفرطعين، مفرطعين كون السياسيين، حاولوا اشتغلوا بجمعيات شبابية بأطر بأي شيء للتغيير. هول نفسهم الشباب اللي عم تتوجه لقلهم دكتورة منى، يمكن صارت سبل الهجرة لقلهم شويقة يعني، خصوصي حكينا عن الأجر المنخفض هلأ ببلدان الخليج، الأزمة الاقتصادية بأوروبا، وقال عندهم يعني تقديم فيز أو طلبات هجرة على كندا وأمريكا اللي كمان عم تتأخر كتير، خصوصي كندا بعتقد كمان صارت عم تعمل عم تتأخر وعم بتكون صعبة. هل برأيك في إمكانية لتغيير الوضع دكتور؟ في إمكانية، إمكانية هي إرادة، ما في شيء بالمطلق، هي إرادة. الناس اللي غيروا الأوضاع السياسية ببلادهم غيروهم في ظروف بس إرادتهم، في جرم العمل إرادوي فولونتاريست يعني للتغيير. اللي عم يفل بيكون عم يخدم الطبقة السياسية، ما بتنصح حدا يفل يعني، بيكون هيدي كاوتشوك البريستو اللي عم تطلع بيروح تدخلنا، ما في شيء تاني. اللي عم بيفل عم بيهرب من تغيير،
دعوة إلى التغيير إذن بتوجهوها ل هيدا اللي بيوقف الهجرة وبيرجع بينمي لبنان اقتصاديا سياسيا فكريا بكل مجالات. بدي أشكرك دكتور بطرس لبكي، أهلا وسهلا فيك دكتورة منى فياض، وبدي أشكر أيضا مهند الأعمى من نيويورك فيليب عرقتنجي اللي كان معنا مباشرة من باريس. بدي أشكركم لكم مشاهدينا أيضا على متابعتنا في هذه الحلقة، وبدي أطلب منكم ما تفقدوا الأمل بلبنان. شكرا لكم وإلى اللقاء الأسبوع المقبل، الإعادة بكرة الساعة 11 من كلمة حرة لهذه الحلقة. الأسبوع المقبل نحن نلتقى، وبدي أشكر حنا بويري مخرج كلمة حرة، وإلى اللقاء.